السلام عليكم متابعي قناة شاهد لتعرف. في الفيديو السابق ذكرنا لكم أغبى خمس تصديات لأغبى خمس حراس، فغضب البعض وتضايق الكثير، لكن اليوم سنتحدث عن أذكى خمسة حراس أنقذوا مرماهم من أهداف محققة في اللحظات الأخيرة. غريغوري كوبييه حارس مرمى نادي ليون الفرنسي سابقا قدم واحدة من أفضل مبارياته أمام نادي برشلونة، وقام بتصديين خرافيين، أولهما برأسه انقض عليها كالنسر على فريسته. هيا بنا لنشاهد هذه التصديات الرائعة. حارس آخر لم نستطع تحديد هويته قام بثلاثة تصديات إعجازية متتالية من على خط المرمى، أذهل بها الجمهور ونال بها إعجاب ناديه وحطم بها معنويات الفريق الخصم. لن تصدق ماذا فعل هذا الحارس، حارس منتخب البيرو في مباراة أمام منتخب الأوروغواي. هذا الحارس الذي ترك المرمى فارغا وخرج إلى منتصف الملعب، لكنه عاد كالأبطال الذين يظهرون في اللحظة الأخيرة وأخرج الكرة من حافة خط المرمى. دعونا نشاهد. في المقطع الرابع يقوم حارس المرمى بعمل بطولي كالفارس المدافع عن وطنه، فقد تصدى للكرة بكل بسالة وحال دون وصول الفريق الخصم إلى الهدف وأمن مرماه بطريقة رائعة. حراس المرمى الرائعون والأبطال كثيرون، حتى أن البعض يقول بأن الحارس هو نصف الفريق، وهنا اخترنا لكم مجموعة لأفضل وأبرز الحراس وأكثرهم مهارة في تصدياتهم للكرات الصعبة والمستحيلة. وكما عودناكم في الفيديوهات السابقة إليكم أفضل خمسة تعليقات في الفيديو السابق. صديقنا مواطن يمني يقول: استمر يا ابن بلدي، الله يوفقك، متابعك من صنعاء. شكرا لك، وشكرا لأهل صنعاء وأهل دمر وأهل تعز وأهل إب وأهل كل المحافظات اليمنية، وأتشرف بمتابعتكم. أيضا صديقنا مراد سليمان يقول: قمة الإبداع يا حبيب، وجهك يزيد جمال الحلقة، مزيد من الإبداع. أخوك من السودان مراد عبد الله سليمان، أهل السودان حبايبنا وعلى رأسنا من فوق. صديقنا الآخر في القناة كسر الخواطر يقول: استمر ومرحبا بك ألوف، وعلى رأس أهل اليمن الشرفاء، أهل الحكمة، أهل الوفاء، أهل الكرم والشجاعة. أخوك الصغير علي من السعودية، حبيبي علي، وأتشرف بكم متابعتك. صديقنا أو صديقتنا جفات الفهداوي: واو يا حبيبي، ما شفت واحد صوته حلو من اليمن. هناك الكثير من المواهب المدفونة في اليمن التي سيكون لليوتيوب وكل وسائل التواصل الاجتماعي الآن الدور في إظهار هذه المواهب. إن شاء الله سترون الكثير حتى من هو أفضل مني.
صديقنا مصطفى كمال يقول: أول مرة أشعر أنني أخذ معلومة موثوقة، شكرا لك وإن شاء الله كل التوفيق لك، أخوك من العراق. تحية إليك وإلى كل أهل العراق مجددا. إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وأيضا تفعيل الجرس لتصلكم التنبيهات.